في ساحة بالعيد تلعب انت ومصطفى. هيا به ما تبتاوش بوسة. هاي تفضلوا يا جماعة. فاتنا ومهدي حبينا نشكركم على استدعائكم. سيادتك اشتخدم محامي خولة كاتبة وتخدم شطر الوقت في مكتبة مختصة في الفن والتاريخ. اسماعيل نجم يقدم اعتذار مصطفى. ولدي راهو موجود ومستحيل يندم على عمته بصفة تلقى أي واحد واحد داكورد. مانيش باش ندخل في حكاية بتاع صغار. اش قولك نقول لك أن نتعدى أنا مع اسماعيل السبعة ونص؟ مازلنا على نيتنا نمنو بالقدرة السلمية للفن. احنا من ناحيتنا تو نحاولوا نتحسنوا وانت كل من سامحة معنا شوية. أنا نحكي باسم ولدي. ما يجيش الضحية هي اللي تتنقى. شنو الفرق بيناتهم؟ لو كان حين جيت بلاصتو حد يهجم عليا ماني ندافع على روحي. حضارات تافهة تنفي في حضارات عريقة. وليد متهم يجي ولداري ويحكيو حكايات ما عندها حتى دخل. على كل حال نحس اللي حضوري معاكم ما عنده حتى فايدة. عاملي روحك مسلم تحت استقامة وانتي ماك إلا سفاح. انتي اللي نظمت الاجتماع وعمرته. تعرف اللي مسألة من نوع هذا لو عمرها ما تتحل بالحوار والنقاش. انتي انسان تفشل ما تعني شيء. برافو. حتى قيمة في العالم. وانتي عملي مليح تضرب ولدك. انا بعد هالمداولات الطويلة والعريضة نحب نقولكم اللي انا فادي. حسب رأيي زوز غلطي. زوز غلط هي أقل. لا لا سيب ولدي ما قلقتنيش كيف هو. لا لا